أجمل هدية للناس اللي بتستعمل صوتها مع الجيتار وهي بتغني. أهلا بيكم في حلقة جديدة. الحلقة النهاردة ميكس ما بين حلقات الجيتار وما بين حلقات هندسة الصوت. النهاردة هنتكلم عن جهاز جديد، هو مش جديد قوي يعني، هو بقاله بتاع 3 4 5 سنين كمان، ولكن ما حدش كتير يعرفه يعني، مش ناس كتير بتبحث في الموضوع دوت علشان تلاقي اللي اخر تكنولوجيا موجوده فيه. لازال حتى الان الجهاز ده جهاز جديد جدا وشغال جدا، واداؤه في الحفلات في الناس اللي بتستعمل صوتها مع آلة موسيقية، سواء كانت جيتار او سواء كانت عود او بيانو او اي حاجة، الجهاز دوت هيساعدها جدا. ايه هو الجهاز ده؟ شركة تي سي هيليكون نزلت منتجات كتيرة جدا مختصة بالصوتيات، يعني الناس اللي بتستعمل الفوكال بتاعها او الصوت بتاعها في الاداء، سواء كانوا مطربين، سواء كانوا مؤديين، سواء كان كورس، او سواء كان واحد لوحده ومعاهم كمان آلة موسيقية. فقال لك احنا عايزين ندور على ايه اللي ناقص الراجل اللي بيأدي اداء ومعاه آلة موسيقية وعايز يعمل عرض اقوى شوية من ان هو الصوت بس لوحده يطلع. فبالتكنولوجيا الهندسة الصوتية نجحوا في ان هم يعملوا جهاز بيتعرف على النغمات اللي جاية من الآلة بتاعتك، يعني بيتعرف على البيتش، يعني ديت مثلا لا، ديت سول، ديت دو، يتعرف عليهم ويبتدي يركب هارموني من صوتك انت، ياخد صوتك انت ويعمل درجات صوتية اعلى واوطى على حسب الجهاز ما بيختار، تصاحب هذه التركيبة من النوت الموسيقية اللي الجهاز اتعرف عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بوصل الجهاز دوت بالمايكروفون، وبوصل الجهاز دوت برضو بالجيتار بتاعي او بالكيبورد بتاعتي. الجهاز لما بتيجي تعزف كورد على الجيتار او تعزف كورد على الكيبورد، الجهاز بيتعرف على مفردات الكورد دوت، سواء كان ماجير مينير، ويعمل لك هارموني من صوتك. لو مثلا الكورد اولى تالتة خمسة، هو بيعمل لك التالتة بتاعتك والخمسة بتاعتك بناء على الكورد اللي انت عزفته دوت. فطبعا دلوقتي بقى المطرب ممكن يقول حاجة لوحده مثلا سولو، وفي نفس الوقت يدوس زرار برجله البدال يروح عامل له الكلمة بتاعت الكورس او الجملة بتاعت الكورس اللي هيأديها بتلات اربع اصوات جايين من صوته هو. طبعا ده حل جميل جدا، الناس كلها هتبقى العرض بتاعها مبهر للمستمع بشخص واحد بس مع الآلة الموسيقية بتاعته، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. زي ما احنا شايفين الجهاز اهو معانا، الجهاز دوت زي ما احنا شايفين المداخل بتاعته زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. مدخل عندي هنا بيدخل منه الميكروفون، هو كاتب مكتوب عليه مايك انبوت، بتدخل الميكروفون بيخش على الموضوع دوت. عندك هنا الانسترومنت، الانسترومنت ديت بتخش يا اما جيتار يا اما كيبورد او اي آلة بتعمل هارموني. ثرو دوت ده معناه انك انت هتطلع الاشارة بتاعت الجيتار ديت مش من الجهاز ده برضو، هتطلعه كمان على امبليفاير لانك انت عايز تستعمل افكتس او عايز تعمل اي حاجة، فانت بتعدي الاشارة بتاعت الجيتار او الكيبورد من هنا. عندك الاوتبوت هنا، عندك ستيريو، عندك ليفت ورايت، فانت الستيريو دوت هيطلع لك على الميكسر بتاعك، بتاخد منه من مخرج من كل واحدة. لو انت عايز تشتغل مونو هتطلع الليفت بس، لان الليفت بيطلع ليفت ورايت معاه. بعد كده ممكن يتوصل الجهاز دوت بالكمبيوتر علشان تعمل له ابديت او تحفظ الباتشز اللي انت سجلتها جوه، لانه بيسجل الباتشز اللي انت هتعملها. وعندك الباور اللي هو بتوصل بيه الكهرباء. يعني دلوقتي الجهاز دوت مختلف شويه ان هو ما فيهوش بطاريات، يعني ده بالناس المختلفه اللي بتستعمل بدلات بتستعمل البطاريات، بتبقى عاده البطاريات موجوده هنا. الجهاز ده يبدو ان هو بيحتاج باور اعلى شويه او كونستنت، او ليه حل ان ما لقوش ان هم يدخلوا مكان للبطاريات عشان يخلوا حجم الجهاز صغير زي ما انت شايف كده. فطبعا ما دخلوش بطاريات او في عبوه للبطاريات جواه، بيستعمل بس الادابتور اللي بيجي معاه. طيب نشوف بقى الواجهة بتاعت الجهاز ده ايه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا ديت A و B، ديت بتختار الاختيارات بتاعتك لو انت هتستعمل اختيارين مثلا، واحد بيكون فيه صوت واحد مصاحب والتاني فيه صوتين مصاحبين مثلا او ثلاثة، فانت بتعمل اختيارات وتسيفها عندك على البدال دوت. طبعا بيستعمل هنا لما بتدوس على الاتنين دول مع بعض يجيب لك تيونر، فانت ممكن تضبط الجيتار بتاعك.
دبل بيعمل لك الصوت بتاعك دبل، الدبل دوت بيخلي صوتك غني شوية بالنسبة للناس اللي بتغني. عندك هنا هوت انت بتظبط من الانبوت بتاعك دوت، هنا بتظبط المدخل بتاع الجيتار، بتعمل الليفل بتاعه عشان تضبط بس يا باشا. وبعد كده بتبتدي بقى تدور على اللي انت شايف ان هنا دي تأثيرات صوتية، يعني هو كمان فيه ريفيرب، ريفيرب ده هول او روم او ايكو او سلاب، يعني زي ما انت بتحب التأثير الصوتي اللي انت عايزه لصوتك. زرار بسيط جدا بتتحكم فيه الجيتار عالي او واطي، لانك بتعمل ميكس للجيتار جوه الجهاز دوت. وعندك هنا دوت الافكتس بتاعتك اللي هي اللي احنا شايفينها دي اللي بتدخلها على صوتك. وبعدين كمان عندك ده صوت الهارموني بقى اللي هو هيطلع صوت التالتة والخامسة زي ما انت شايف. بقى الهارموني دي بقى ايه؟ هاير دي هتعمل مثلا خمسة، هاي دي هتعمل تالتة، لو هتعمل مثلا تالتة تحت او ستة تحت، ولور بتعمل لك الخمسة اللي تحت، وباس ده اللي هيعمل لك مثلا اوكتاف مثلا تحت. وانت بتختار التركيبة بتاعتك اللي هتبقى من الأصوات دي، وهنتفرج عليها دلوقتي وهنسمع ونشوف الجهاز ده بيشتغل ازاي. هبدأ أوصل، أنا عندي مخرج واحد بس، هخرج دوت على الليفت، مدخل الميكروفون بتاعي. لو تلاحظ حتى المدخل بتاع الميكروفون عكس الاكس ال ار التاني بتاع المخرج، فانت مش هتتلخبط، يعني عمرك ما هتتلخبط ما بينهم. الجيتار بتاعي هيدخل على مكان الجيتار، وادي المفتاح الكهرباء بتاعه، الادابتور بتاعه اللي هيوصل معايا. تمام، الجهاز اشتغل. نشوف الجهاز ده بقى بيشتغل ازاي. ميكروفون، جيتار. دلوقتي هنعمل تجربة صغيرة على حتة غنوة صغيرة ونسمع الغنوة بسيطة مفيهاش تعقيدات. يعني ده صوت الـ 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 الجهاز من غير دبلينج، يعني من غير ما نعمل تأثير صوتي على الصوت خالص. يعني أسمر مالك روحي طبطب على جروحي، أسمر مالك روحي طبطب على جروحي. دلوقتي حطينا دبل على صوت المطرب نفسه، فالصوت هيبقى أقوى شوية. أسمر مالك روحي طبطب على جروحي، أسمر مالك روحي طبطب على جروحي. هنحط بقى دلوقتي الصوت المطرب هيقول جملة والهارموني هتقول الجملة التانية. أسمر مالك روحي طبطب على جروحي، أسمر مالك روحي طبطب على جروحي. شفت الفرق؟ طبعا هنسمع صوت دلوقتي، نجرب الصوت نفسه. ده معمول تالتة وخمسة. نجرب تركيبة تانية، هيبقى مثلا التالتة وفي مثلا الستة تحت. بظبط، واحد عالي واحد واطي. Llorando ley, llorando ley, debajo del agua. نجرب دلوقتي العالي والأعلى. Llorando ley, llorando ley, debajo del agua. Llorando ley, llorando ley, mi mundo se acaba. Llorando ley. هنعمل بقى التجربة دلوقتي، هنحط أعلى حاجة مع مثلا ستة من تحت شوية اللي هي تالتة. يعني يوراندولي يوراندولي دي باخد
بالأقوى. يوراندولي مي مودوس يا كابا. يوراندولي debajo del agua. هنعمل تجربة دلوقتي بقى، نحط الاتنين لو، يعني اتنين اقل من صوت المطرب. نجرب بقى العالي والأعلى. اعتقد بقى انا هعمل الزبطة المفضلة عندي. دي بقى الزبطة اللي انا بفضلها. Salto del agua. Yurandulay, debajo del agua. Yurandulay, mi mundo se acaba. Yurandulay, debajo del agua. Algunos le decían, salto del agua. ده كان شرح للتأثير اللي بيستعمله الناس كتيرة من اللي بتشتغل بصوتها وبتشتغل بجيتار برضو. التأثير ده بيديك تأثير جميل وبيملى معاك الشغل بتاعك. فطبعا لو انت بتعزف سولو، او من الناس اللي بتعزف سولو كتير، او من الناس السولو بيرفورمرز، اعتقد ان جهاز زي ده هيبقى مفيد جدا لو انت بتستعمل صوتك مع اي آلة موسيقية. واشوفكم الحلقة الجاية. قلبي الوطن مجروح لا يحتمل أكتر، نهرب وفين هنروح لما الهم تكتر؟ قلبي الوطن مجروح لا يحتمل أكتر، نهرب وفين هنروح لما الهم تكتر؟ نحمي غصون المرد من دمع سلع الخد. آه يا حبيبتي الروح، قلبي الوطن مجروح.